الوصفة الماضية عملنا لها طلية، هنكمل اليوم باللي طلع من القمح وصفة صحية شهية. خلط القمح وصفيناه، بنضيف البيض والخل والبهارات حكتب لكم اياها بصندوق الوصف، البيكنج باودر والخميرة والزيت، الطحين بنضيفه بالتدريج، العجين من مسانا عم تلزق في الايد، بنجمع العجين وبنتركها ترتاح. لعمل الحشو بنبدل البصل بزيت الزيتون، بنضيف الثوم والفلفل حسب الرغبة والسمنة، نخلط المكونات مع بعض ونتركها تبرد، نمسح على ايدنا بزيت الزيتون وبنشكل الاقراص. حبيت اعمل جزء من الاقراص بحشوة السبانخ، ضفت البصل بالسماء والبندورة والملح والفلفل، دبس الرمان زيت الزيتون والشطة حسب الرغبة. كتروا الحشو بالاقراص بتطلع طيبة كتير، وممكن تحشوها بالجبن اللي بتفضلوه. بنرص الكماميس بصواني مدهونة زيت والسمسم حسب الرغبة، اشوها على الرف الوسط والنار بس من تحت. شوفوا هالقراص الهشة الطرية، وهيك صار عنا أطيب كماميس بثلاث حشوات. وصحتين وألف عافية.